لمناقشة آخر تطورات الانتفاضة الشعبية ضد الفساد ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. مساء الخير حضراتكم. أهلا بكم. ويكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الإعلامي مكي النزال. أهلا بكم سيدي. أهلا بك أستاذ مكي نزال. إذن نبدأ معك أستاذ نظير الكندوري. اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح نفى أن تكون الحكومة أو القوات الحكومية هي من أطلق النار على المتظاهرين. إذن فمن الذي قتل 120 متظاهرا وأصاب أو جرح 4000 منهم؟ يعني هذا ما يسمى بالرئيس العراقي صاحب الصوت الممحوح. لا أعلم على لمن يعني يروج أكاذيب ويعلن البراءة من دماء المتظاهرين ويقول نحن لا نعلم من قام بهذا العمل، ويبرئ القوات الأمنية وميليشياتهم من هذه الجريمة ويقول بأن هؤلاء الذين يعني قتلوا المتظاهرين هم مجرمون وسوف يطبق عليهم القانون. يعني بالله عليك، الدولة تستطيع أن تقتل هذا العدد من المتظاهرين؟ لا تستطيع أن تمسك أشخاص متمركزين فوق البنايات يقنصون بالناس؟ هذا الكلام كلام يعني أكاذيب يحاول أن يروجها إعلاميا، وكأنما الشعب العراقي جاهل عن تصرفاتهم وعن جرائمهم التي يقترفوها يعني حق الشعب. الكلام الذي يقوله وكأنما يحمل معاني أخرى، معناها أنه فيه نوع من التهديد، أن يعني نحن نقتل القتيل ولدينا الاستعداد للمشي في جنازته والتبرع عن كل هذه الجرائم. وإلا ما هذا الكلام؟ يعني هل دولة يتم القتل فيها أثناء التظاهرات وهم ليس لديهم علم؟ وكل الأجهزة الأمنية منتشرة في المنطقة ولديها سيطرة كاملة على المتظاهرين الذين لا يحملون سوى رايات العراق وقنانيل الماء الشرب. كيف يعني هذا الكلام يستطيع أن يدلسه؟ هم مشتركون في هذه الجريمة، ومحاولات تبرئة أنفسهم من هذه الجريمة محاولات فاشلة، والشعب العراقي متأكد أنهم مشتركون في هذه الجريمة وهم من يمهدون الطريق لارتكاب مثل هذه الجرائم بحق شباب العراق. انطلاقا من هذا التصريح والقراءة في تصريحات برهم صالح، ننتقل إلى ضيفنا من عمان سيد نزال مكي النزال، الذي يعني باعتباركم إعلامي وتابعنا قتل المتظاهرين، لكن تلت ذلك عمليات اعتقال وكذلك مضايقات وتضييق على الإعلاميين والناشطين الذين نقلوا صوت المتظاهرين في الشارع. كيف تفسرون ذلك؟ نعم، الأنظمة القمعية كلها سواء، وهذا النظام فقد شرعيته 100% ولم يبقى له إلا القمع. كان يقول أنه يدافع عن مظلومية الشيعة، وها هو ذا يذبح الشيعة، وقبل ذلك ذبح السنة، وهدد الأكراد لولا المجتمع الدولي هجم على إربيل أيضا. فماذا بقي له؟ بقي له القمع والتشريد بالناس، وعسى أن يستمر لسنة أخرى كل واحد منهم يرتب أموره قبل الرحيل. صدقوني إنهم أيقنوا أنهم راحلون. الآن إذا استقالت هذه الحكومة، هي أصلا هذه الحكومة ليست مكتملة ولا يمكن أن تكتمل، وعندما اختاروها يعني أخذت منهم وقتا ربما سنة أو أكثر، وأمورهم كلها مضعضعة. أنصارهم الذين كانوا يزعمون أنهم أنصارهم، وكنا نصر أنهم ليسوا أنصارهم، خرجوا عليهم وكفروا بهم. الأصنام سقطت، وما لم يبقى لآلهة المعبد إلا انتظار أن يسقط عليهم معبدهم. نعم، ابقى معنا أستاذ مكي نزال. بالعودة إليك أستاذ نظير الكندوري، تحدث أيضا رئيس الجمهورية أنه لا شرعية لأي نظام سياسي ما لم يعمل على تطلعات الشعب العراقي. يعني منذ عام 2003 ما الذي قدمته حكومات المنطقة الخضراء، خمس حكومات متعاقبة، يعني صار حال الشعب من أسوأ إلى سيء، بنى تحتية محطمة،
التعليم، الصحة، في كل مجال، في الزراعة، في الصناعة. ليس هناك غير السرقة، تريليون دولار سرقت من ميزانيات الدولة. ما الذي قدمته الحكومات؟ ويتحدث رئيس الجمهورية عن موضوع لا شرعية لحكومات أو لأي نظام سياسي ما لم يعمل على تحقيق تطلعات الشعب. هذا بالضبط يعني يمكن أن يقال أدينك من فمك، يعني هو يدين نفسه ويدين النظام الذي يترأس بكلامه هذا، بدليل أن من 2003 ولحد الآن ما هي إنجازات هذا النظام؟ يعني أنا فقط أريد شخص يتحداني من هذا أحد رموز هذا النظام ويقول نحن فعلنا كذا، لا ليس على المستوى السياسي، سياستهم مرتهنة لدولة أخرى وهم فاقدين السيادة، ولا على المستوى العسكري هم لا يستطيعون مواجهة عصابات كعصابات داعش وغيرها، ولا على المستوى يعني الخدمي البلد تدهور يعني بحيث رجعنا عشرات السنين للوراء، ولا على المستوى الاقتصادي بحيث انه احنا في ظل الحصار الذي فرض 13 سنة لم يكن لدينا ديون كالتي الان موجودة، الان تجاوزت 125 مليار دولار مديونية للبنك الدولي، وكل موازنة جديدة لا يمكن اكمالها الا بحزمة ديون اخرى. ما هو الانجاز الذي حققته؟ من كلام برهم صالح يدلل على أن هذا النظام الحالي ليس له شرعية وواجب السقوط. يعني ما الذي قدموه للشعب العراقي؟ أنا يعني أهيب بالمجتمع الدولي، كيف أنه يعني تقبلون بأن دولة ما تحكمها عبارة عن عصابة وليست دولة وليست نظام سياسي، إنما عصابة يعني مسيطر على هذا البلد بكل مقدراته وتتحكم بشعبه بالطريقة التي تراها مفيدة لمصلحتها. أمام هذه التصريحات أستاذ نظير، وننتقل لضيفنا عبر الهاتف من عمان الأستاذ مكي نزال، أمام تصريحات برهم صالح وبسبب استهداف عشرات المتظاهرين بالأمس في مدينة الصدر تستأنف التظاهرات هناك، ماذا ستغير هذه التظاهرات بالصدر؟ الحقيقة أن كل الرموز سقطت، يعني إذا تلاحظين ويلاحظ الأخوة جماعة مدينة الثورة سيعيدون اسمها إلى مدينة الثورة لأن قائدهم تخلى عنهم وهم تخلوا عنه، لم يبقى رمز في هذا النظام إلا وسقط، لم يبقى شخص يعول عليه الناس، حتى أتباعهم تركوه. تجدين في هؤلاء الشباب ربما ممن قاتلوا مع الحشد الشعبي ووجدوا الضيم، وعندما انتهت المعارك وانتفت الحاجة لهم تركوهم. تجدين الكثير من أسر الشهداء وذوي الشهداء، تجدين في هؤلاء الشباب من يقول وطن. تعرفون حين يقول شاب من هؤلاء أنه يريد عراقا واحدا، هذا معناها أن كل مخططات أمريكا ومن معها سقطت، لأن أهم شيء في مجيئهم للنظام وجلب هؤلاء هو موضوع الطائفية. هؤلاء الشباب الذين ولدوا بعد الاحتلال أو قبيل الاحتلال كثروا هذه الأصناف، لا يريدون طائفية ولا يريدون هؤلاء الأشخاص ولا يريدون هؤلاء الأحزاب، إنهم يريدون وطنا، وقالوها صراحة نحن نريد وطنا. يعني الشعارات السابقة نريد كهرباء ونريد ما ترفعوا عنها، وكأنهم فلاسفة وليسوا شبابا صغارا ربما لم يقرأوا الكثير من الكتب، ترفعوا عنها وقالوا نريد وطنا. أستاذ مكي، إلى أي مدى يمكننا القول أن التعويل الآن على مدينة الصدر بعد الفض الاعتصامات والتظاهرات في بغداد؟ الحقيقة أن المظاهرات لم تفض بالطريقة التي تبدو على الإعلام. هؤلاء لهم مخطط، هؤلاء الشباب يمشون وفقه، ولا أراهم يعني خرجوا بهبة وانطفأت نارهم وانتهى. هم اليوم في شرق بغداد وغدا في غرب بغداد، ولدينا محافظات أحرقت فيها كل المقرات الأحزاب وطردوهم منها.
يبقى أن هذا المجتمع الدولي كما تفضل أخي نظير، هذا المجتمع الدولي هل سيلتفت إلى مسؤولياته وهو الذي جلبهم أم سيترك السفينة للغرق؟ هنا سيبقى هؤلاء الشباب مصرين، وكما ترون مدة بين مظاهرات وأخرى لم تلزم سنة، بينما كان بين الهبة والهبة 5 سنين و6 و7. وهكذا أنا متفائل جدا، وأهم شيء أنهم أسقطوا هذه الرموز، يبقون كنظام قمعي كما في جنوب أمريكا، ولا نريد أن نسمي الآخرين، ولهم يوم يكنسونهم كما كنسوا غيرهم وتنتهي المعادلة. نعم، يبقى معنا لو سمحت أستاذ مكي نزال. أستاذ نظير، إلى أي مدى ترى أن سياسة القمع التي تنتهجها الحكومة وقواتها وميليشياتها ممكن أن تعد الانتفاضة؟ يعني أنا فقط أريد أن ألفت الانتباه إلى أن هذه الثورة، لا أقول انتفاضة، إنما هي ثورة التي قام بها الشباب العراقي، قام النظام العراقي باستخدام العنف ضدها منذ اليوم الأول، وهو عاقد العزم على تصفية هؤلاء الشباب، ظنا منه بأنه إذا قتل هؤلاء الشباب أو مجموعة صغيرة منهم أنه سيخيف الآخرين وينهي هذه التظاهرة. ولكن الحقيقة أن هذه الدماء التي تسقط تخرج بدلا منها آلاف الشباب لتتظاهر. الشيء الآخر الذي هو مدعاة يعني الاحترام للشعب العراقي وللشباب العراقي كونه يحافظ على سلميته، نحن رأينا جميعا في إحدى الفيديوهات خرج المتظاهرون بأسلحتهم، بأسلحة متوسطة وخفيفة. الشعب العراقي، أنا أقول الشعب العراقي، الفكرة من هذا الكلام الذي يقوله أن الشعب العراقي لا تنقصه الشجاعة بأنه ممكن يستخدم السلاح ضد النظام الحاكم، لكن حكمة الشعب العراقي وكونه لا يريد أن يجلب الخراب لهذا البلد يصر على سلميته بالرغم من التضحيات التي يدفعها يوميا من قتلى وجرحى. يعني أن سياسة أو مثلا النفس الطويل إن صح التعبير، هناك ميليشيات موجودة على الأرض نزلت إلى الشارع تقوم حتى بقنص المتظاهرين. نعم. بالرأس، موجودة على أسطح المباني العالية، هناك ميليشيات العصائب، النجباء، خراسان. نعم. الخراساني وغيرها من الميليشيات، وغيرها من الميليشيات الكثير نزلوا إلى الشارع رغم ذلك، والمتظاهرون سلميون يصرون على سلميتهم. لماذا؟ لأنه شعب حضاري، لأنه شعب من يعني من بلد حضاري ويحافظ على حضارته. في 6 أيام سقط 100 شهيد وأربعة آلاف، ولربما العدد يزداد ربما بالأيام المقبلة. لكن أنا فقط أن أريد أن أركز، فالح الفياض يخرج علينا اليوم يهدد، يقول أن سنفعل، يعني بمعنى أن نعتقل ذول قادة الانتفاضة ونحاسب كل من دعا إليها بوسائل التواصل، ونحاسب ربما حتى الذي يخرج على قناتكم يتكلم ويوعد ويزمجر. ولكن أنا أقول أن يعني هذا الإجراء الذي ستفعلوه سيحفر قبوركم. الشعب العراقي إذا ظل تحت هذا الضغط ربما يصل إلى نقطة حرجة يتخلى عن سلميته، وأنا أدعو الشعب العراقي أن لا يتخلى عن سلميته ولا يعني يجعل العراق يمر بخراب، لأن السلمية معيار حضاري، والسلمية هي التي ستجلب لكم التأييد الدولي والتأييد العالمي يعني إزاحة هذا النظام. لكن إذا ظلوا في هذا القتل نخشى أن الشعب العراقي كله ينتفض بالسلاح، والشعب العراقي يعني عشائر العراق جميعها تمتلك أنواع الأسلحة وقادر على أسقاط هذا النظام بالقوة، ولكنها تؤثر هذا العمل وتؤثر السلمية لأنها تريد يعني أن يبقى البلد بدون خراب كما حدث في بلدان أخرى، وهذا شيء يحترم عليه الشعب العراقي، يحترم عليه الشباب العراق. أستاذ نظير، ننتقل لضيفنا من عمان الأستاذ نزال. الحديث الذي صرح به فالح الفياض عن القصاص، عن عدم التساهل مع المتظاهرين، إلى أي مدى يدل على غياب الدولة كمؤسسة في العراق باستخدام هذا الخطاب؟ الحقيقة سأختم بهذا السؤال الجيد. نحن ليس لدينا دولة، منذ أسسوها هي عبارة عن
ميليشيات وعصابات وشذات آفاق جلبوهم من كل العالم. والآن ظهرت هذه الصورة بأوضح ما يكون. يعني كانت ربما بعض الناس يتأمل من هذا الوزير وذلك النائب وتلك المرجعية أيضا وذلك شيخ العشيرة، كل هذه الرموز سقطت في الغرب والشرق والشمال، انتهى كل شيء، بقي القمع فقط. والقمع يولد قمعا ويولد رد فعل. وأعتقد أن من يرعون هذه العملية السياسية سوف يقومون بانقلاب قوي عليها إن شاءوا أن يستمر العراق تحت الانتداب، وعدا ذلك فلا حل لهم، وهم يهددون لأنهم خائفون، لو لم يكن خائفا لما حدد. أخيرا أستاذ نظير، إلى أي مدى ترى أن الضغط الحقوقي الدولي قد يوقف انتهاكات الحكومة ضد المتظاهرين؟ والله هذا ما نراهن عليه، يعني هذا ما نطلبه من المجتمع الدولي، هذا ما نطلبه من المنظمات الحقوقية، أن لا تبقى صامتة أمام يعني آلة القتل بحق الشعب العراقي. يجب أن تقول قولتها، يجب أن تحدد موقفها، يجب أن تؤيد التظاهرات السلمية للشعب العراقي، وأن تقف ضد هذا القتل الذي يحدث في شباب العراق. ويعني الأمر قد وصل إلى مرحلة خلال 6 أو 7 أيام، وصل المراحل الدموية التي يقوم بها النظام العراقي مراحل خطيرة. لذلك يعني أهيب بهذه المنظمات أن تناشد مجلس الأمن الدولي ليعقد جلسة لمناقشة ما يحدث في العراق، وتخرج عنهم مقررات تضع يعني قرارات رادعة للنظام لاحترام سلمية المتظاهرين ولاستجابة إلى مطالبهم، وإلا فيجب أن يكون مصير النظام العراقي تحت يعني مظلة الأمم المتحدة، هي من يعني تحاول إعادة رسم العملية السياسية. وإلا من غير المعقول أن يظل العالم يتفرج على القتل الذي يحدث للعراقيين. منذ البارحة واليوم بدأت حملة جديدة مختلفة عن حملة القتل المستمرة لحد الآن، حملة اعتقالات وحملة يعني إخفاء قسري للناس. الآن يقتحمون المستشفيات لاعتقال الجرحى، يقتحمون البيوت لأجل ذلك، بل حطموا يعني مكاتب الإعلامية لأنها تنقل الحقيقة في العراق. هذا الأمر لم يقترفه أي نظام سابق مهما كانت الثورة قوية. لذلك يجب أن يكون المجتمع الدولي له دور واضح وحقيقي ضد هذا النظام. شكرا لضيف استوديو رافدين الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، وشكرا موصول كذلك لضيفنا من عمان الإعلامي مكي النزال.